الله. مرحبا بكم على قناه كوزين فاميلي. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم بسطيله بحشوه مختلفه ديال نعمرها ان شاء الله بالسومو وشامبينيون وخضره. نتمنى ان شاء الله تعجبكم. اول حاجه غادي ناخذ هنا عندي تقريبا سي كيلو وربع ديال السومو. غادي نملح شويه غير شي شويه ماشي بزاف لان الحوت كنعرفو كيكون شويه مالح. وهنا عندي كيقولوا ليه الفلفل الوردي بيغوز هذا تيجي مزيان مع الحوت. نحاول ندير تقريبا شي معلقه صغيره غير تنفركو هكا بيديه صافي. وهنا ناخذ اليازير. اليازير غدا غير نسم بيه ومن بعد غدا نزولو هنا غادي يطيب غدا نزولو ان شاء الله هكذا. وغدا ناخذ شويه ديال الثومه غير شويه تقريبا شي راس ديال الثومه محكوك صافي. وغدا ناخذ شويه ديال الحامض وغدا ما غاديش نزيد الزيت. غدا نديرها في الفران ان شاء الله بلا زيت لان السومو كيكون مدم شويه. غدا نخليها ان شاء الله غير 10 دقائق لان السومو كينشف الى طاب بزاف مخصوش يطيب بزاف. غير 10 دقائق الفرن غتكون درجه الحراره ديالو 180 وعندو نتلاقاو ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. غادي ناخذ مقله وضعت فيها شويه ديال زيت الزيتون وغادي نضيف هنايا تقريبا هنا عندي خليط ما بين البصله الحمراء والبصله البيضاء. هنا عندي تقريبا 5 البصلات اللي قطعتهم على هذه الطريقه هذه. غادي نخليهم هنا يتشحروا. وكيف ما قلت لكم هنا استعنت بمقله اخرى اللي كنسخنها مزيان ومن بعد غنضيف ليها الشامبينيون ديالي غنصوطيهم. كما قلت في الفيديو واحد الفيديو بان لي شامبينيون تيبغيو النار تكون فيف تكون مجهده باش ما كيلواوش. غنضيف ليهم غير شويه ديال الملح شويه ديال الملح وشويه ديال الفلفل الاسود صافي. غنحطيهم في هذه المقله هذه. من بعد ما تشحرت ليا البصله مزيان حتى كتولي على هذا الشكل هذا ضروري ما تشحروها مزيان كيولي فيها واحد المذاق رائع وكينسم لينا الحشوه ديالنا. دابا غادي نضيف التوابل. غنضيف شويه ديال الحار الفلفله الحاره ولا السودانيه على حسب الذوق ولا عندكم الهريسه تقدروا تضيفوا الهريسه. وهنا فلفله حمراء اللي هي تحميره نقصو شويه نص معلقه ديال الكركم وسكنجبير زنجبيل الا عندكم طري من الاحسن من الافضل شويه ديال الفلفل ديال الفلفل الاسود اللي هو البزار غير شي شويه لان درت ضفت الفلفله حمراء. وهنا غدا نضيف مطيشه مجففه طماطم مجففه تاع طريفات نخليه هادشي يتشحر شويه باش تطلق المذاق. وغدا نضيف الكروفيت تا هما. هنا عندي تقريبا نص كيلو ديال الكروفيت باش غيشربوا ليا ديك الشرموله. في نفس الوقت غدا نضيف شعريه الصينيه كيميه اللي بغيتو. انا ما تنبغيش نضيف بزاف في الحشوه لان كنفضل ندير غير كميه قليله. وعاد غنضيف الثومه جوج ريوسه ديال الثومه
والملح غادي نضيفو غير بشويه، ما نضيفوش بزاف لاننا غادي نضيف الصلصه ديال غير شويه باش ما تسيجناش الملح. هنا ورق الرمد نسيت، نورمالمون خصني نديرو في الاول، نسيت ما ضبطوش، نديرو شويه ونزولو ماشي مشكل. الاحسن تضيفوه في الاول باش يلاه كيطلق شويه النسمه ديالو. هاد الشعريه الصينيه ديال الروز، ماشي ديال الصوجا، وما كنرقدهاش بزاف، كنرقدها غير في الماء بارد، ما كنرقدهاش في الماء سخون، كنرقدها غير شي 10 دقائق باش تكمل الطياب ديالها هنايا. وهنا غادي نضيف صلصه ديال الصوجا، نحاول نضيف 3 حتى 4 ديال المعالق صغار على حسب الذوق. صافي، ودابا عاد غنضيف الشامبينيون ديالي اللي شحرتهم على نار مجهده، شحرتهم بوحدهم غير باش نربح الوقت كيف ما قلت لكم. صافي، تقريبا الحشوه ديالي راه هي وجدات. خصني دابا غير نمشي نجيب السمك ونقطعو ونضيفو الحشوة. دابا غادي نسلح الحشوة ديالي باش تبرد، باش تبرد بسرعة. نزول هاد ورق الرمد، وخا مطلقش بزاف لأنني درتو تا لاخر نسيتو. ولكم حريه الاختيار، اما في البسطيله كتسرحوا هاد الحشوه الاولى لتحت وعاد كتضيفوا الحوت، اما تتخلطوا كل شيء. انا نفضل نخلط كل شيء. انا قطعته مطراف كبار كيف ما كتشوفوا، وغير بشويه غنحاول نخلطهم باش القامه ولا العطريه اللي درت هنا يشربها حتى السومو، غير بشويه باش ما يتفرتتش ليا لانه هو رطب بزاف دغيا تيتفرتت. غير بشويه غادي نخلط هذا الشيء بحال هكذا، ومع الطياب راه غادي صافي. نحاول ما نخلطش اكثر، نخليها دابا تتبرد وعاد باش غنتلاقاو باش نجمعوها ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. هنايا وصلنا باش غادي نزوقوا البسطيله. هنا خديت جوج معالق كبار ديال الفرماج طارتيني بحال جبلي ولا فيلادلفيا. غادي نضيف ليه شويه ديال الملح وشويه ديال الفلفل الاسود، غير شويه ماشي بزاف. وهنا سودانيه، وغادي نضيف هاد الوصفه تقدروا تزيدوا عليها اما لانيت اللي هي هذوك الوريقات اللي كيكونوا في البسباس، مابقيتش عاقله كيفاش تيقولوا لهم باللغه العربيه. وهنا غندير شويه القزبر والمعدنوس، ولا السيبولات، حتى السيبولات ممكن نضيفوها، يعني انا ما عنديش، فتقادوا لي هاد الاعشاب كلها تقادت ليا. صافي، غادي نخلط مزيان. وغادي نضيف هنا شويه ديال هنا بصيلة صغيرة اللي شحرت مع شوية ديال زيت الزيتون، نضيفها حتى هي. وغادي نضيف شوية ديال الحامض،
شي معلقه صغيره تقريبا. صافي كنحركو مزيان هذا الشيء. وغنجيبو لي شامبينيون ديالنا، غدا من الاحسن تغسلوه، ملي تغسلوه تمسحوه، ما تغسلوه غير دوزو غير شي شويه في الماء دغيه باش ما تيشربش لينا الماء. وكنزولوا ليه هذا الوسطاني، ولا ممكن اللي بغى ممكن تدخلوا ليه القلب ديالو بحال هكذا. صافي وغادا نعمر كل وحده على هذا الشكل، وغنستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه ديالي كامله. من بعد ما عمرتهم كاملين غناخذ شويه ديال اللوز، بودره ديال اللوز مطحون، وغادا نضيفوه هكذا من الفوق. ولا الى عندكم بودره ديال النوازات حتى هي، بعد غادا نزول هادشي اللي درت باش ما يتحرقش ليا. وغادا نسخن دابا الفران على 100 مسخن ديجا على 180، ونخليهم 10 دقائق يطيبوا. دابا غندوزو الفكره الثانيه التزيين، وهنا غادا ناخذ جوج ديال الطروفه ديال السومو، غادا ندهنهم بهاد الخليط اللي صورت قبيله. وغادي نلويهم هكذا، اما نلويهم هكذا اما نلويهم على الجهه الاخرى. ندهن هذه حتى هي نفس الشيء. ودابا ملي لويتهم هكذا غادا نبدا نقطع. غادي يجوني بحال هكذا، غادي نضيفهم، غادي نستعمل هاد العويدات باش غادي باش يجيو ساهلين في الماكله. صافي غنستمر بحال هكا حتى نكملهم كاملين، من بعد غادي نغطيهم بالفيلم اليمونتير ونديرهم في الثلاجه. بسم الله على بركه الله. دابا صافي بردات ليا الحشوه، غادي نبدا نعمرها. هنايا غدا انا هاد البسطيله هي غير صغيره ديال تقريبا 6 ديال الناس. نتوما الا كنتو عندكم عراضه ولا عارضين على الناس تقدروا تضوبليو المقادير، ممكن تضيفوا ليها لا بغيتو تضيفوا لها حتى الخضره كيجي معها، حتى فلفله حمراء. فلفله حمراء ماشي خضره، فلفله حمراء كنشويوها وتنضيفوها حتى هي، وكنقدروا نضيفوا حتى الخيزو حتى الجزر حتى هو تيجي معها. انا بما ان هنا ما كاينش البسطيله، الورقه ديال البسطيله، غادا نستعان غير انا كنحضر غير بلا باتا فيلو ولا الورقه ديال البسطيله ديال السوبر مارشي. حتى بلا باتا فيلو تجي مزيانه. بسم الله على بركه الله. كنستعان بزوج ديال الورقات مع هذا الشكل. هنا غادي نضيف زوج اخرين، عرفتوا بان الباتافيلو مع رقيقه ما ماشي مشكل، واخا نديرو بزوج بزوج. الورقه ديال البسطيله الاخرى تدير غير بالوحده بالوحده. وهنا الزبده استعملت الزبده لو بوغ كلاريفي، يعني كناخذ الزبده وتنغليها واحد شويه على نار هادئه حتى كيبقى الحليب لتحت وكيتعزل الزبده الفوق، وكنصفيها. هذا هو اللي كيتسمى لو بوغ كلاريفي، ولا تقدروا ديروا البوغ نوازيت حتى هو مزيان. هنا
صافي وكندهن بالزبده باستمرار. وهنا غنجيب الحشوه ديالي اللي بردات تماما. هادي تقدروا ديروا بها بسطيله كبيره، غير انا كتعجبني بزاف البسطيله تكون عاليه شويه، ما تنبغيهاش تكون هابطه. داكشي علاش خديت غير مول صغير. الا بغيتوا تضيفوا القزبر والمعدنوس ممكن، اي انا غادا ندير واحد الصلصه مرافقه لهاد هاد البسطيله، باش اللي بغى يضيف قزبر والمعدنوس يضيفهم، انا مبغاش يضيفهم ما يضيفش. وصافي دابا غادا نبدا نجمعها، وما ننساش ندهن بالزبده. وهنا غادا ناخد وحده ولا زوج كبارين، كيف ما قلت لكم قبيله راه ماشي مشكل سميتها الورقه ديال الفيلو، ورق عرفتي تيقولوا لي بالعربيه قلاش وقيله تيقولوا لي. غادي نلمطوا البسطيله ديالنا كيف العاده. صافي ها هي البسطيله ديالنا كملات. غادا نوضعها في فرن ساخن 160 درجه ولا 170 درجه ونخليها تطيب على خاطرها ونزولها ان شاء الله. ودابا وصلنا للصلصه، غادا ناخد غير معلقه ديال الفرماج. المهم الصلصه غتحضروها على حسب الكميه وعلى حسب الحجم ديال البسطيله ديالكم. غادي ناخذ شويه ديال القزبر والمعدنوس، وحتى اللي عندكم السيبولات حتى هي تجي مزيانه فيها. وطريف غير صغيور ديال البصله، شويه ديال الفلفل الاسود، بزاف شويه ديال الملح ماشي بزاف لان غندير فيها الصلصه ديال السوجا. وتحميره نص معلقه باش تعطينا اللون، وشويه ديال السودانيه على حسب الذوق. صافي وغنضيف ليها دابا صلصه ديال السوجا وغنطحن هادشي كله. لقيت بان ذقت الصلصه لقيتها ناقصه شويه ديال الحموضيه، وكنزيد فيها شويه ديال الحامض. صافي وغادي نخلط مزيان، وها هي الصلصه ولدات. هي طابت، دابا غادا نزينها. بالنسبه للتزيين كل واحد يزينها الطريقه ديالو. شفتوا هذا ورق ديال الفيلو كتجي مقرمشه. هنا غادا ندير الصلصات، خذوا غير افكار، ومن بعد نتوما كل واحد كي يضيف اللمسه ديالو. وصلنا لنهايه الطبق، اتمنى ان شاء الله تكون عجبكم ولو فكره او جوج من افكار ديال اليوم، وتجربوها في بيوتكم وتعجبكم. هي تجي جد 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 لذيذه وسريعه التحضير، ما فيهاش الخدمه بزاف. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش تلايكي ولا فيديو وتشتركوها مع الاحباب والاصحاب. الى وصفه جديده ان شاء الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.